Installation Cambis Latel Caterpillar. مكان وجود الفيزيبلات والروليات يوجد وراء المقعد، مقعد سائق على اليمين كما ترون الفيزيبلات والروليات. هذه شاشة التحكم وزر التشغيل كما ترون. نقوم بتشغيل الآلية من هذا الزر. هنا نقوم بالضغط على الزر لتشغيل المحرك. وراء هذا الزر نجد سلك أنتي ديماراج. وراء مقعد السائق على اليسار نجد جميع الأسلاك التي نحتاجها لتركيب جهاز الجي بي اس والكامبيس. هنا السلك أحمر فهو زائد 24 فولت، والسلك الأسود فهو السالب، وإغنيشن فهو سلك رمادي. السلك الرمادي يوجد وراء ولاعة السيجارة. أما بالنسبة لكونيكتور دياغنوستيك نجد وراءه أسلاك الكمبيس، سلكان ملتويان أخضر وأصفر. السلك الأخضر كان هاي والسلك الأصفر كان لو.